Donc. L'histoire, pour résumer, MTA et Maneta, compte obèse. Moi, je suis en colère obèse, compte en surpoids. Ou ta walit, je suis en colère athlète. Je fais de l'athlétisme, spécialement les courses de grands fans. Quand tu me racontes que mon rôle standard, mes chèques, un de mes chèques, fi fi حياتها الشخصية, fi حياتها الزوجية, قادم على طلاق, مش فاهمة الدنيا كيفاش, مش فاهمة شنو باش تعمل مستقبل ولدها, باش تربي ولدها, باش تقول وحدها. كنت خارجة من ديبرسيون, ناخذ في دويات نتاع صعب, وعندي كل كريز دونغواس, نبدا نمشي ونبدا ديما خايفة من العباد وخايفة وما يجينيش النوم, ومناش كل العباد يعرفوهم لي سكون ابيل لي زاتاك دو بانيك. معناها تبدا تمشي في اي حاجة, حتى الذبانة ساعات تتعدى قدامك, تولي قلبك يدق بالقوي وتعرق, وهذاك الكل كان من المشاكل الشخصيه اللي عندي اولا, ومن اللي كيما يقولوا لي كومبلكس اللي تبوني حياتي كامله من السمنه. خاطر السمنه وانت ادوليسونت ولا وانت تقرا في الفاك, سي عبيد تغزلك درا كيفاش, تسمع كلمه مال بلاسي, يا سمينه يا بقره يا درا شنو, معناها العبيد ما ترحمكش كي تبدا ماكش كيف لي ستاندار نتاع المجتمع اللي هما يحبوا عليهم. باجوتو جمله جمله جمله, على خاطر وقت اللي انا في جوستومون في الادوليسونس ما عنديش موتيفاسيون, حبيت مشيت للحاجه السهله, لو سوليوشن دو فاسيليتي. شديت صحيح نحب نعمل لي بوسيسيون اللي هي ماش بالعربي كيش يقولوها, حاسب نتاع الدهون, حاسب شفت الدهون, مشيت عملت العمليه هذيا, خسرت عليها برشا فلوس وتعبت عليها, خاطر هي لي بوسيسيون ابار العمليه, ومن بعد لازمك نعرفش قداش تعمل في لي مساج باش يخرجوا لك الماء من بدنك, ولازمك تعمل سبور, ولازمك ترد بالك على ماكلتك. وفي كو انا مشيت للسوليوشن دو فاسيليتي, وهو بطبيعتهم باش يقولوا لك اعمل سبور, وباش يقولوا لك رد بالك على ماكلتك, انا ما عنديش الموتيفاسيون هذيك. دونك رجعت سمنت بالدوبل وبالتريبل, وحتى فما بلايص ما كنتش نسمن منهم وليت نسمن منهم, وقعدت معناتها جافي دي سيكيل, عندي وجيع في جنبي, قعدت نعاني منهم برشا. وانا ما كنتش, هي العمليه بعد العمليه كانت ناجحه راه, مي انا المخ ما مشيش معاها, ما مشيش معناها ما تبعتش الريزولتا نتاع العمليه. دونك سي اون سوليوشن دو فاسيليتي, ماهيش سوليوشن, فهمت, ماهيش سوليوشن ا لون تيرم تاع عبد يحب يبدل حياته. دونك بعد العمليه وقت اللي رجع لقيت روحي قاعده نرجع نسمن, واكثر زياده, ومعناها كيما نقولوا اسرع السمنه, معناها قعدت فيسع, فهمت. لقيت روحي زدت, جاني انهيار, معناها قلت شو خسرت فلوس وجايعه رهيبه راهو بعد لي بوسيسيون, معناها ورهيبه, حتى مريول ما تنجمش تهبطو على لحمك, معناها القطن على لحمك تتولي تصيح بيه, تدخل في دوامه كي انت تحس تكره روحك وتبدا نقم على روحك, عشنو تعمل؟ تسكر على روحك البيت وتقعد تخمم في الحاجات الخايبة وتقعد تاكل. كي تاكل انت اليوم تجيك كريز دو بوليميت وتاكل تاكل تاكل, غدوة الصباح تقوم تلقى روحك كارها روحك, تزيد تعاود تهجم على الماكلة مرة أخرى وتدخل فيك السيركل هذاك, من بعد تخرج تسمع كلمة ياسمينة, تسمع كلمة درا شنو, درا شكون يحقرك, درا شكون يغزلك, درا كيفاش, تروح للدار تبكي تسكر على روحك, ما يلزمكش توري اللي انت ضعيفة قدام الناس, يلزمك توري اللي انت نورمال. وكيفاش توري لي انت نورمال؟ ترضى بكل شيء, اي حاجه يقولوا لك عليها تقول اوكي ما يسالش باش الناس ترضى عليك, معناها ماذا بي تقبل كل شيء, حتى حاجات ما ماكش مقتنعه بهم ترضى بهم, باش انت ترضي الناس, باش الناس تدخلك في كل مجموعه باش تقبل الديفيرونس نتاعك, فهمت. خاطر هما يبداو بنات تاي 36 وبدانات وحطيت, وانت تظهر امراه عمرك 50 سنه, دونك تحسها من داخل, وكي تحسها تولي تدور على روحك. هذاك هو السيركل اللي عبد لازمو, انا ديما نقول كان العبد خرج منه السيركل هذاك سي برا ما عادش يرجع بالتوالي. ما نحبش جينيراليز معناها, فهمت, اما باش نحكي على تجربتي انا. تجربتي انا كانت ياسر خايبه معناها مع المجتمع, ما فماش نهار نخرج فيه نمشي نقرا فيه, ولا نبدا مروحه في ثنيه, ولا ماشيه لبلاصه وما نسمعش كلمه خايبه, ما فماش.
ما التوانسة يحبوا ما كما يقولوا يفون الانتريسان، معناها يلقاك انت مختلفة باش هو يوري روحه قدام صحابه ولا هي توري روحها، توجعك بكلمة وكلام ياسر يجرح ياسر يجرح، ما يعرفوش شنو تأثيره هو على الناس، معناها فهمت، وما عندهمش كل ركول باش يقول الله أعلم الإنسان هذاك فاش قاعد يعاني. بتات حتى السمنة تنجمش تكون كان ماكلة، راه فما سمنة مرضية، معناها نجم يكون هذاك عبد مريض ما ملقاش حل، معناها باش يضعف، فهم، والكلمة هذيك توجعك وتزيد تخليك تدخل في دوامة خايبة. والتوانسة ان جينيرال انا هذيك حسيتها وقت البريود هذيك اللي نحسهم ما عندهمش رحمه، ما يرحموش بعضهم. غرامي برنين كان بصدفه، معناها فريمون صدفه ما كانتليش في البال. ثلاث سنين تالي عندي صديق مشى يشارك في مسابقه لي فولي دو ميغارا، يا سيمي ماراثون 21 كيلومتر ديستانس. قال لي مولك جا واحد وقت عندنا مظاهره في حاجه اخرى، معناها يعني حبينا نستغلوا ليفينمون هذاك باش نوريو وقت الليفتات وكل شيء، فهمت، في حكايه نتاع السياسه. دونك مشيت باش نشجعوا صديقي هذا وقعدت نتفرج، قاعده وقتها على البارييره كي حتى يديه ونتفرج في العباد قاعده توصل، معناتها قاعده تكمل في الديستانس هذيك، فهمت، اللي يبكي اللي يضحك اللي يكوى ومازال يمشي. تلقى زوز يعاونوا في بعضهم، يعني يكركروا في بعضهم. تلقى ام وبنتها، تلقى معناها انواع من الكبير للصغير، ونرى بالحق معناها تعبيت تبكي وتضحك تحسها سيتي اون ساتيسفاكسيون بيرسونيل، معناها عبيت كي يحس روحه فخور بروحه، خاطر هي شنيا ما فماش مسابقات هذوما نتاع لي غران فون، ما فيهمش شكون يوصل الاول والاخر، هذوكم كاتيجوري اخرى، سي اون ساتيسفاكسيون انا كملت وروحت بميداي، ولا من بعد تولي نحب نعمل كرونو ماخير، سي حاجه اوبجيكتيف تعملو مع روحك، فهمت، مش للناس، تعيش روحك الحاجه هذيك، فهمت. دونك كي ريتهم هما هكاكا كل لي زيموسيون اللي ريتهم فيهم حبيت انا نعيشهم، قلت يا اخي هما خير مني. هذوما كل اول مره وقت نحضر على مانيفيستاسيون سبورتيف في تونس، ما كنتش نعرف اللي موجودين لي كورس هذوما، قلت الحاجه هذيا نحب نعيشها، اللحظه هذيا نحب نعيشها. قعدت نستنى في صديقي هذايا حتى يجي، غزات له قلت له وقت طلعنا في الكهرباء قلت له نحب نجريها الكورس هذي عام الجاي. الوحيد في البلاد هذيا اللي قال لي تنجم هو سيد هذايا، قال لي راك تنجم، حط في قلبك، اعمل ريجيم، ترينا وتتوصل. بديت هكاك الحكاية من غدوة لو لوندما خرجت نعمل في المارش، خاطر نجمتش نجري وقتها انا سيغ بوا وكل شيء، نجمتش نجري، بديت نعمل في المارش وقلت سيا باش نعمل ريجيم، وحليت كونت انستغرام باش نتبع لي انستغرامور اترونجي باش ناخذ من عندهم دي زيدي وكل شيء. بديت من الاول نعمل مارش ومن بعد نقصت في المارش وبديت نجري شوي، كنت نجري دقيقتين ومن بعد بديت كل مره نزيد في الجري ونقص في المارش، نزيد في الجري ونقص في المارش، حتى كشي لين عملت دي زوبجيكتيف، نجري 30 مينوت من غير ما نقف، نجري 40 مينوت من غير ما نقف، حتى لين وصلت جريت ساعه من غير ما نقف. ومن بعد دخلت في كلوب صحاب هما يجريو مع بعض، وانا دخلت معاهم هكايا، سا ما موتيفي اونكور بلوس، وقعدت نترينا وحطيت في قلبي، وحتى لين جا النهار هذاك وتو عندي تصويره في الانستغرام، نورمالمون الناس الكل يعرفوها، هزه ولدي هكا في يدي وجي فرانشي بيه لا لين داريفي اون اني ابخي، معناها وصلت للوبجيكتيف هذا. ما عادش عندي حاجه نبارتاجيها باش نحط ما في بيرسونيل، ما نجمش باش نحط دي بريم اللي انا نعيش فيها خاطرني مضروبه وخاطر لازمني نوقف توتالمون لو سبور، معناها وقت حتى المارش ما عنديش فيها الحق، فهمت، سا سيغ ريان، معناتها انا جيتي مورالي طاح خاطرني وقفت سبور، انا انسانه نعيش معناها سبور اكسجين عندي، مش متاع نترينا جوست خاطر باش نعمل كورس، سي مون اوكسيجين، سي لو مومون اللي انا نتفرهد فيه معايا مع روحي، فهمت. دونك لقيت روحي ما عنديش علاش نكمل انستغرام، حبيت نركز شويه، نراجع شويه روحي، نركز مع ولدي خاطر كبر، ونلقى روحي ياسر نضيع، مش نحبش نقول نضيع وقت خاطر العباد اللي نجاوب فيهم ياخذوا برشا وقت، فوالا معناها يلزمك برشا تجاوب ميساجات، وانا جو سي با لو جونغ اني نقرا ميساج ونتفيه، ما نجمش، معناها هذا سبب رئيسي. والسبب الاخر اللي بصراحه وباش في لو دير معناتها فرانشمون، اللي تلقى روحك تعمل في برشا ايفور
وتعطي برشا من وقتك وبرشا من الانرجي نتاعك في عبيد فينالمون تلاش في التفاهات. انستغرام في برشا تفاهات. انا مانيش لو جونغ اللي باش نحط دي فوتو بروفوكانت في الانستغرام جامي. اذا باش نحط روحي عامله بوزيشن هكا وبوزيشن هكا وموريه البارتي هذه وموريه البارتي هذه جامي. نلبس شورت اي نترينا معناها كيما انا في الحياه العاديه نصور روحي. اما باش نمشي نعمل دي بوزيشن ودي بروفوكاسيون باش نجلب أبخي تو شنو باش نجلب؟ باش نجلب الفيوريزم؟ باش نجلب العباد تغزل لي باش تبعث لي ميساجات تقول لي محليك وما لادرا شنو؟ ما حشتيش. أنا حتى لتوا إلى يومنا هذا عمره ما جاني ميساج من عند طفل ولا أي طفلة في تطيح قدر. إلى يومي وسا جون سوي فيير خاطر نقول الميسيون نتاعي كنت معناها مش في ثنية صحيحة فهمت؟ عمره ما جا عبد حكى معايا كلام مال بلاسي حتى ولاد معايا فهمت؟ ألوغ كو باش نبدا أنا نحط فوتو بروفوكون باش نبداو يبارتاجيو فيها العباد وباش يجوني باش يتبعوا السبور نتاعي باش يتبعوا الرونينغ باش يتبعوا مون مود دو في مو باش يتبعوا شنو عندي باش نوري معناها فهمت؟ وفينالمون نلقى التونسي والتونسية سي سكي شيرش يلوجوا باش يتفرجوا في الفويوريزم هذاك هاو يقعدوا يغزروا على هذا اش يعمل وهذا اش يعمل وشو كيفاش عملت هذا وشو كيفاش عملت هذا وشو كيفاش عاشت وكيفاش عاشت وانا بصراحه سي با لو بوت. دونك تلقى روحك مش كان انا راهو فما برشا كيما انت باغ اكزومبل ما سي با نورمال معناها باللي فيديو اللي تعمل فيهم وباللي فول اللي تعمل فيه كيما باش نقولها معناها انت توا جيتني لتونس من الحمامات جيتني لتونس في لواج بور فير سيت فيديو فهمت؟ برشا عبيد فما برشا ما غير ما نقعد نسمي في الاسامي فما عبيد يعملوا في دي روسيت في ماكله صحيه ويحطوا في التصاور فما عبيد تعمل في الكروس فيت فما بالحق دي شامبيون اي دي شامبيون بالحق ابطال هذوك عبيد حقهم يتبعوهم وياخذوا منهم النصيحه وسورتو ياخذوهم كمثال معناها جو ندي با انا مثال انا جو نفي كو بارتاجي مون مود دو في ابخي ينجم ينفع عبيد وينجم ما ينفعش عبيد. معقده شويه الحكايه خاطر من الاول قلت نترينا بعد الخدمه نكمل الخدمه الستة قلت نجري غادي انا نخدم في اللاك قلت نجري غادي ومن بعد لقيتها صعيبه على خاطر ما نوصل داري كان ثمانية معناتها باش ناخذ باش نقعد مع ولدي ساعه من زمان لقيت روحي حتى سبور قبل ولدي الحكايه ما تساعدنيش وانا مع وحدي معايا بابا وامي معاونيني اما حضور الام مهم جدا بالاخص لي البو مش موجود فهمت دونك لقيتها مش سهله جيت خممت قعدت مع روحي شنو الحل الحل انه نجري وقت اللي ولدي بدا ريقت دونك وقت ويزمني هو يبدا ريقت ولازمني نخلط على وقت باش نوصله للروضه والوقت اللي انا باش نمشي نخدم فيه دونك شنو نقوم الاربع متاع الصباح نترين الخمسة نكمل لونترينمون الستة ونص سبعة غير بوع ماكسيموم سبعة غير بوع نروح للدار نقيمو هو نحضرو نهزو للروضة نتاعو من بعد نبدا نهاري نخدم على روحي وكل ونروح كي الناس معنتها جوست انا شنو الحل اللي لقيتو اني نضحي بسوي عنو وزيد ما عادش عندي برشا في سوسيال خاطر تاو يكلمك صحابك ويقول لك اخرج درا شنو تعرف روحك انت من غدوه باش تقوم الاربعه ما تنجمش لازمك تقوم ترقد بكري 8 9 ماكسيموم متى الفالي واحد يعمل شويه تضحيات نتاعي كانوا نومي وكانوا ما في سوسيال معناها دوكو تفرزت برشا حاجات انا مع روحي تحقيت تحدي ما اقوى تحدي ما كما نقولوا متاع هبال فهمت خاطر قوه السبور هذا الرونينغ في برشا تحديات شخصيه نقول جو دي بيان شخصيه فهمت دونك مع روحي هكا قلت هاي نمشي نعمل ماراثون اللي هو الدوبل متاع الديستانس اللي هو 42 كيلومتر فهمت وحبيت خاطر في تونس فما كان ماراثون متاع كومار حبيت نمشي نعمل ماراثون لبرا حبيت نمثل تونس في بلاد اخرى فهمت اصعب حاجه في ماراثون هو تحضير الماراثون ماهوش الماراثون هذاك الماراثون بيدو هو كيما يقولوا ديليفرانس ساي معناها بعدك الاشهر تحضير جيت الريكومبونس انت باش تجري الكورس انت تلوج عليها اللي انت تستنى فيها تحضير كان في برشا تضحيات فينانسيرمون في الوقت في التعب برشا حاجات جيت انا وقتها في لي دو سيمين لي بلوز امبورطونت لي احنا سكون ابل لا سيمين 5 او 6 تضربت جي اون بليسور قويه معناها حتى 50 متر ما نجمش نجريهم
وقتها سي غراس وكيني كل يوم كل يوم كيني كل يوم كيني كل يوم كيني رجعت بعد 2 semaines رجعت وجي توني بون وزاد وقتها جافي مي كوتش يعطيهم صح نحب نسميهم غنوس تونيزيا اللي هي هيفا بوسليمة ومعها هي أونديو مع محمد العروسي وقفوا معايا برشا خاطر الوقت اللي توقف في تومبوك البريباراسيون مورالمون تتحطم سورتو ترى الجروب اللي معاك مازالوا يجري وقاعدين يقدموا كل شيء وانت ترى روحك وقفت خاطر كي تقف 2 سمين راهو لي زاكين تاعك برسك كل يطيحوا لازم كانك تعاود الماكينه من الاول من بعد كونديسيون فيزيك وبروغريسيون تاعك تحسها ترجع بتولي متى لازم مونتال قوي باش تقول ميسالش مالغري سا جو في فير كوميم لو ماراثون وباش نمشي انا نذكر وقتها عند الكيني قلت له نعملوش نحبوا نكملوا حتى نكملوا نحبوا ما يهمنيش يزن نروح بالميداي ما يهمنيش في الدوزيام كيلومتر وقفت بدني عمل بلوكاج خاطرني ياسر حطيت على روحي ستريس وياسر حطيت على روحي بريسيون تصور انت على 42 كيلومتر راني في الدوزيام وقفت كما عادش بدني تبلوكا مخي تبلوكا قلت سايي باش نرجع جو با الفير وليس تومبي ومش لازم هالماراثون وفاش قام عليا هذاك ديما الشيطان هذاك موجود راه ديما يحب يفو تو غابيسي يقول لك اللي انت موان كو ريان تنجم تعمل حتى شيء فهمت وهوزمون وانا هزيت معايا تليفوني وقتها ري افونتور نتاع الماراثون هزيت معايا تليفوني كلمت هيفا جوستومون قلت لها الو هيفا راني وقفت ساي ما عادش اللي هي الكوتش نتاعي غونوس تونيزيان قلت لها راني وقفت ما عادش نجم ذكرها كما تو تصيح عليا بالتليفون قالت لي سكر فمك وتكمل تجري قالت لي تذكر تحكي معايا هكا قالت لي تذكر لي موا دو ساكريفيس تذكر ولدك اللي مخليته تذكر القومين بكري تذكر التعب تذكر اللي عملته الكل وقالت لي تسكر فمك وتجري هكا بالكلام متامو معناها فهمت كي قالت لي هكاك عطاتني كيما الشوك الكتريك وكملت في الفانتيام سيي معاش نجم في الفانتيام كيلومتر سيي سقايا معاش نحس فيها ولا وليت تجري بمخك معاش تجري بسقيك والحاجة أنا اللي تنجمت كما يقولوا هو شنو هو المخ هو مخ كان هو يتبلوكا بدني كي يتبلوكا كيفاش باش نستيمولي مخي ما غيزون ديتر ولدي نعمل هكايا عاودت هزيتك التليفون كلمت حليت ميسنجير كاميرا قلت عاد كلمت أمي قلت لها وريني ولدي قعدوا معايا لي 3 ماني من 20 كيلومتر هذا 20 نحكي معاه ومنين نبكي قول ماش نجم وهما يقولوا لي امي تقول لي امي تبكي تقول لي اسمي على بنتي ولدي يقول لي يا ماما اجري برافو ماما ريتك البرافو ماما يقول لي برافو ماما ويمشي تفرش ديزانيمي انا ذي كنقول امبوسيبل نروح اللي ضحيت لكل امبوسيبل نروح من غير الميداي امبوسيبل نروح ما نكملش الماراثون وكملت وزدت جريت وصلت ل 40 كيلومتر كيف قلت ما عادش نجم تري ديفيسيل راه تو هكا قاعده نحكي لك فيه زعما راه ماراثون ماهوش حاجه سهله بالكل ما كانش راه الناس الكل يعملوا فيه فهمت في ال 40 كيلومتر جي توني بون خاطر امي وبابا ولدي كل شيء في حياتي بلاش بيهم انا جو نكزيست با فهمت دونك وصلت 40 كيلومتر حطيت الكاميرا وحبيتهم يعيشوا معايا اللحظه لي دو ديرني كيلومتر بابا يشجع بابا اللي ديما كان اليكار معناها بابا ماهوش لو جور اللي يوري مشاعر وكل فهمت يقول لي تنفس مليح ما تقفش كمل تنفس مليح وامي تبكي ولدي يجي طول عليا يقول لي يا ماما كمل وبعد كي وصلت ريت لارش داريفي دورت لهم الكاميرا قلت لهم سايي مالك عملت ماراثون وقعدوا معايا حتى نين خديت لبست الميداي ومن بعد نعمل ما وينو بابا خلي يشوف الميداي قالت لي دخل البيت ويبكي فهمت ماني عاشوا حاجه عايشتهم معايا اللحظه اللي هي ريت الى يومنا هذا بعد ولاده ولدي اقوى حاجه عشتها في حياتي ويظل باش تقعد اقوى ان بروميير ماراثون حاجه عمرها ما تتنسى على خاطر حاجه تقاوم بها بدنك تقاوم السوفرانس تقاوم مخك اللي يقول لك يزدي وقف فاش قام تقاوم الفاسيليتي تقاوم الوجيع سي ان كومبا بوندون 5 سوايع راني نجري 5 سوايع نجري 5h08 هذا تعني لي لا نيسونس نتاع ملكه اخرى فهمت وتعني لي انا نجم نعمل كل شيء اللي ما نجم يوقفني حتى شيء الا ربي بيان سور فهمت واللي
واللي ريت في الدنيا هذه كل شيء كي انت تحط في مخك حاجه باش توصل لها تنجم توصل لها، وفما حتى شيء صعيب. وميساجي نحب نواصل ميساج للنساء بارتيكوليرمون، خاطر المراه التونسيه عندها كل ما نعرفش مونتاليتي كي تعرس وتجيب صغير تحس روحها كي نحيتها وفات وفي كل شيء، هاني عرست هاني جبت صغير تاو نقعد نقضي ونطيب ونكبر اولادي وتنسى روحها. احنا ياسر ستاندار هوني، نقراو نخدمو جيبو صغار نموتو نكبروهم ونموتو. الدنيا سي با سا، الدنيا سي با سا، فهمت؟ لازم العبد يعيش حاجات، لازم العبد يعيش دي زيكسبيريونس قويين، لازم يعطي لروحه ثقه في روحه انه ينجم يعمل دي زيكسبلوا. يا اخي انا وقت اللي كنت نوزن 105 كيلو نصور روحي نعرف شنو ماراثون دو باري، كان عبد جي حكى لي قول له زيد بلا تخلوي راك تفلم مع روحي. زيد كان جيت مع روحي قلت انا بعد 3 سنين باش نمشي نعمل ماراثون في باريس باش نروح بميداي هذايا، مستحيل نصدق روحي. راه مش نو بالفولونتي باللي ساكريفيس، بكيت ضحكت لعبت شخت جريت تعبت في لي زونترينمون تاعي، بكيت راه بكيت بكيت. ولدي هو الموتيفاسيون تاعي الوحيده، ماني هو كل شيء. هو ولدي نحب كي بدا يحكي على امه نهار اخر، هو ولدي نورمال العباد تبع في الانستغرام كل يعرفوا حمزون. اما نحب نهار اخر كي يكبر يلقى يحكي على امه يقول امي عملت ماراثون، يقول امي تعمل سبور، امي ضحات، امي، خاطر كي راني انا هكاكا هو زيد يولي هكاكا، فهمت؟ هو يولي عنده العزيمه يقول معناها سو ترانسمي الحاجات هذوما، فهمتني؟ توا حتى كي نبدا نحكي معاه توا قايدتو يترنا في الهوند، قايدتو يترنا في الكيك بوكسينغ، معناتها نحبو يدخل في السبور من الصغرى باش يبعد على برشا حاجات اخرين نهار اخر، باش يتعلم العزيمه، باش يتعلم معناها ان ايتا ديسبري، ما نحبوش يطلع ستاندار، فهمت شنو هو؟ نحبو يطلع قوي. ميساجي للابطال، وكون جو دي بطل في اي دومين هو يحب عليه، معناتها اول حاجه نحب نقولها مادام العبد على قيد الحياه، مادام العبد عنده الصحة وعنده المخ اللي عطيه له ربي ينجم يعمل كل شيء. rien n'est impossible. اهم حاجة عندي انا في الدنيا هي ويزلنا ديما نشكر عليها ربي هي صحة البدن وهي المخ. مادام عندنا هذا مزوز نجم تعمل كل شيء. لازم تحط لي موايان كيلفو باش توصل للحاجة هذيك. لازم التضحيات، لازم ما فما حد شيء في الدنيا هذه يجي بلاش تضحيات، ما فما حد شيء في الدنيا هذه يجي بلاش ديسيبلين، ما فما حد شيء في الدنيا هذه يجي بلاش امبليكاسيون، معناها عبد يحط مخ وحياته وكل في الحاجه هذيك باش يوصل لها باش يوصل لها. انا راه ما عنديش كان رونينغ في حياتي، ما عنديش كان سبور في حياتي، عندي برشا دي زوبجيكتيف اخرين، عندي ولاد لازم نكبروا لازم نوصلوا لازم نقريه، عندي انا نحب نعمل تيز دو دكتوراه زاده وقفت فيها ومازلت في مخي بعد 3 سنين ومازلت حاطط هنايا فما في كوان في مخي يقول لي لينا باش نكمل دكتوراه نتاعي وان شاء الله باش نكملوا. معناها كل واحد في الدنيا هذي عنده دي زوبجيكتيف في مخه، هاك يبداو محطوطين في تريكن في مخه، لازمك تبدا بالبريوريتي. وكيما قلتها ديجا تاخذ روحك في المراية تقول انا جو سوي فيير دو موا كيل كو سوا لو دومين اللي انا فيه. وكاو رزينا حتى في المخ تجا تحس فما فرق ما بين جميل وماراثون.